السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سالم سالم. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 26 بعض المفاهيم الجديدة وبعض الأوامر الجديدة، الأمر الخاص بـ VI Editor أو VI هو بالمثابة محرر النصوص. نقوم باستخدام عبر واجهة سطر الأوامر أو Command Line Interface للترمينال. الآن قبل أن نبدأ، نحب أن نبدأ في مقدمة جميلة، وأحب أقول أنت لست فارغ، أي بعبارة أخرى تافه، فأنت تستطيع أن تتعلم وأنت شجاع لأنك تحاول أن تتعلم. فيوجد من لم يحاول أن يتعلم إلا الآن. الآن انتهينا من المقدمة، نذهب إلى مشاركة الصورة معكم إن شاء الله، وهي صورة تحفيزية سوف تعتبر لكم إن شاء الله، وسوف نكون المصدر للصورة إن شاء الله. نحن الآن هذه رابط الصورة وجميع التفاصيل سوف تجدها في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. الصورة تقول 80% of hearing managers are recruiting for Linux Salon. سوف تبقى الترجمة عليكم إن شاء الله. الآن نذهب إلى الأوامر. في بداية كل أمر يجب أن نتعلمه، نقوم بكتابة VI اسم المحرر وثم الفايل اسم الملف. الآن سوف نقوم بالدخول إلى الفايل، هذا هو الفايل سوف نقوم بالدخول إليه. قمنا بإنشاء وإدخال النص به، والمصدر النص جميعه كان من Linux Mint. الآن نقوم بالدخول إليه VI file، هذا هو النص. الآن هنا طريقة الإدخال كيف. للإدخال نقوم بالنقر على I insert mode. لندخل بالإدخال نقر على I، وثم مثلا هنا نكتب hello mint، وثم نقطتين، وثم exit الرمز المتواجد في لوحة المفاتيح في الزاوية تقريبا، نقر عليه لنخرج من insert mode. الآن .wq لحفظ الملف، ولكن لا نعلم ما هي W والإQ. W هي write والإQ هي exit، هي exit للملف. الآن نقوم بعمل دوت هذه العلامة أو نقطتين وثم WQ وانتر. الآن خرجنا من الملف وحفظنا جميع التغيرات. لندخل على الملف كما تشاهدون هذه التغيرات، وهذا هو اسم الملف وعدد الأسطر 14 وعدد البايت 853. الآن تعلمنا WQ DW delete word. okay. نذهب إلى جنوب، هذا هو السطر الحالي كما تشاهدون المؤشر هنا. قبل كلمة purpose هنا نقوم بالكتابة دي كما تشاهدون هنا في الزاوية و W. الآن قام بحذف الكلمة فقط، نقوم بتجربة مرة أخرى. دي يجب أن يقوم بحذف فقط و W كما تشاهدون، قام بحذف O وذهب إلى Linux. الآن للاسترجاع أو للعمل أندو نقوم بالنقر على U مرة أخرى كما تشاهدون، قام بعدد جميع التغييرات. الآن هنا DD delete the current line، كيف السطر الحالي، حذف السطر الحالي. نذهب إلى الترمينال، هنا المؤشر كما تشاهدون في بيربوس، نقوم بكتابة دي هنا كما تشاهدون، قمنا بكتابة دي وثم دي آخر، قام بحذف السطر جميعا. لماذا؟ لأن هنا يعتبر السطر الحالي كما تشاهدون. الآن هنا المؤشر دي دي قام بحذف السطر، نقوم بالنقر دي دي، قام بحذف جميع هذا السطر دي دي كما تشاهدون. وللعودة نقر على U كما تشاهدون one more line before 5-6 seconds ago، أي قمنا بحذف قبل 6 seconds ago أو 6 ثواني قبل 6 ثواني. نقوم باسترجاع نتأكد
إلا أن تخرج لنا هذه العبارة already at all this change، أي قمنا باسترداد جميع أو بإرجاء جميع التغيرات. الآن نذهب إلى delete، تعلمنا delete line ال P هي الباس، ولكن هنا شاهد P capital أي حرف كبير. P past the delete line، كيف نقوم بعمل P ليوضح لنا الأمر. الآن قم بلصق هذا النص it was، ولكن هو هنا أي هذا ليس الصفر الحالي، كان هذا الصفر الحالي. نذهب إلى هذه العبارة the purpose، ثم نقر دي لحذف النص، وثم في هنا قام بلصق هذا النص جميعا. وهذه عملية تشبه عملية الكات أو لكات الملف وثم باس. هنا الـ X delete character أي كيف يقوم بحذف الحرف، هنا صم يجب أن يقوم في حذف الـ O، هنا X small شاهد أي X حرف صغير، X قام بحذف الـ O. مرة أخرى M، مرة أخرى E، مرة أخرى الفراغ O F الفراغ. الآن سوف نتعلم طريقة أخرى، هنا قام بحذف الحرف من اليمين X صغيرة، الـ X الكبيرة delete the characters to the left أي يقوم بحذف النص أو يقوم بحذف الحرف من اليمين، من اليسار أصلا، من اليسار يقوم بحذف الحرف. هنا لدينا الـ S فقط، نقوم بالنقر على S كبيرة، قام بحذفها إس كبيرة مرة أخرى، لا يوجد أي شيء، لماذا؟ لأن انتهى السطر الفعلي. الآن نحمي استرداده ونذهب إلى السطر، نذهب إلى حروف أخرى. هنا لدينا إي و آ، إكس كبيرة إكس كبيرة إكس كبيرة إي إتش دي، كما تشاهدون قام بحذف الحروف اليسرى. الآن إكس سمول يقوم بحذف الحروف اليمنى. الآن نقوم باسترداد جميع التغييرات. الآن لدينا آخر أمر وهو الديكابلر delete to end line. الآن هنا لم نبقى، هنا الآن نطبق الدي حرف كبير حذف النص جميعه، فما فرقها عن الدي دي؟ الآن يتوضح لكم الأمر إن شاء الله. نذهب إلى في وسط الكلمة قبل فور، ونقر دي كابيتال أو دي كبير. الآن قام بحذف جميع المتبقي، النص المتبقي بعد المبشر. نعود إليه، نذهب إلى نص آخر، وهنا بعد الكوست، كما تشاهدون هنا كوست and open source، نقوم في كتابة دي حرف كبير. الآن قام بتطبيقه، قام بحذف جميع النص، هذا هو النص. والآن نذهب إلى المؤشرات الـ H move cursor down one line أي يقوم بنزول المؤشر إلى صفر آخر، والـ K move cursor up line K للصعود، وثم لدينا L move cursor to the right one، قلنا هنا right L yeah. نقوم في كتابة L صغيرة، كما تشاهدون ننتقل إلى اليمين. ال H move cursor to the left one chart أي يقوم بالنقر السطر إلى اليسار من خلال حرف أو بمثابة حرف واحد، وثم الـ W هنا move cursor to beginning of next word أي يقوم بنقلنا إلى العبارة الجديدة أو والملاحظة يعتبر الـ W يعتبر الفاصلة، هي الفاصلة أو الـspace هي الفاصلة بين الكلمات الجديدة. نقول W كما تشاهدون انتقلنا إلى البوكس، و W آخر ننتقل إلى
كلمة عندما تنتهي إلى الفارزة، ودبليو أخرى ننتقل إلى ويت، وهنا دبليو أخرى فول، وهكذا. الآن نتعلم طريقة أخرى. إي حرف إي move cursor to end of word K، يقوم بنقل المؤشر إلى الكي في نهاية الكلمة إي. الآن نقلنا إلى نهاية الكلمة إي مرة أخرى ينقلنا. هنا للملاحظة، عندما نقر إي لا يأخذنا إلى نهاية الكلمة أي الظهرية. عندما نشاهد الآن هنا نهاية الكلمة يوز حرف إي والنقطة، أي قبل النقطة يجب يكون، وهنا لا يأخذنا إلى نهاية الكلمة بالفعل الفعلي، ولكن حسب الأمر يعتبر نهاية الكلمة فعلية. أي الآن ذات كما تشاهدون حرف إي ينقلنا إلى هنا ولا يأخذ الحرف الأخير، ولكن عند الكتابة يعتبر وعند تطبيق الأوامر كما تشاهدون هنا أيضا، وتستطيعون أنتم أيضا تقوم بتطبيقها. الآن نتعلم عن البي حرف البي، وهو move cursor to beginning of previous word، أي بمعنى يقوم بنقلنا إلى العبارة السابقة كيف، أي عكس W بمثابة. نقوم ب كما تشاهدون قام بنقلنا إلى السطر، وهنا أيضا يعتبر الاسبيس أو الفراغ هو الفاصلة أو سطر منفصل أو كلمة منفصلة. ب نقلنا إلى دير، و W ينقلنا إلى نهاية الكلمة عبر idea، و B كما تشاهدون الآن ال W يجب أن ينقلنا إلى ذا و ثم وهذا كان الفيديو اليوم، ومع السلامة. وقبل أن نقوم بإلغاء الفيديو إن شاء الله، الآن نقوم بتعلم عن محررات أخرى. نقوم بإغلاق WQU كما تعلمنا، ثم إنتر ليقوم بحفظ وإغلاقنا. الآن لدينا محررات، مثلا gedit وهو محرر يقوم بتحرير النص، ولكن Graphical User Interface أي واجهة الرسومية للمستخدم أو واجهة المستخدم لتبسيط الأمر. لدينا النانو أيضا يستخدم عبر الترمينال، ولكن هنا النانو لا يأتي بمقدارية أو قوة الـ VI أو VM كما تشاهدون، هذا هو. ثم لدينا أيضا الـ VM عبر الترمينال أو Command Line Interface، أيضا نقوم بالتطبيق عبر الأزرار. ولدينا محررات أخرى لعدم أخرى كثيرة، ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة. وأحب أشكر لمن شارك وشاهد هذه الحلقة، فإن رحلة العلم مستمرة، ومع السلامة.